أقيم في بلدية الكفر الملتقى الوطني الليبي. الملتقى حضره عميد البلدية وعدد من أعضاء المجلس البلدي ووكيل ديوان البلدية، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني ورئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية للملتقى. قام جهاز الحرس البلدي رجدالين بجولة تفتيشية على عدد من محلات بيع اللحوم بالبلدية. تم خلال الجولة ضبط كمية من اللحوم المتعفنة غير صالحة للاستهلاك، هذا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. أقيمت في بلدية هراوة احتفالية بمناسبة افتتاح محطة ضخ مياه الري لمزارع وادي هراوة والحلي والعامرة. الاحتفالية حضرها عميد وأعضاء المجلس البلدي ووكيل ديوان البلدية وعدد من مدراء القطاعات العامة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني بالبلدية. انطلقت في بلدية طرابلس المركز حملة صيانة عدد من شوارع البلدية. الحملة حسب القائمين عليها شملت رصف وتعبيد وتركيب شبكة المياه والصرف الصحي بشارع بودينا في محلة فشلوم تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية.